أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك
وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على
فإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين من القوم الظالمين
وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم.